السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن. هتكلم معاكم النهاردة عن البوز استيميشن باستخدام الميديا بايب. احنا طبعا اتكلمنا في الموضوع دوت قبل كده وعملناه وعملنا كذا ابلكيشن عليه كمان، ولكن النهاردة اللي احنا هنعمله مختلف شوية. يعني انا مثلا هيكون عندي في شخص واقف قدام الكاميرا، فانا هعمل اكستراكت للبوز بتاع الشخص دوت، وابدا ان انا احتفظ بالبوز دوت عشان تقدر ان انت تستخدمه في ان انت تعمل تريننج مثلا لنيورال نتورك او لماشين ليرنينج موديل. تمام؟ فانا طبعا لقيت ان البلاي ليست، احنا دلوقتي تقريبا في كورس الكمبيوتر فيجن وصلنا الحمد لله للفيديو رقم 126، وزي ما بقول لكم دايما ان البلاي ليست دي ممكن توصل ل 500 فيديو. فانا بدات اقسم كده، اعمل مجموعه بلاي ليست، وفي كل بلاي ليست بحط فيها الفيديوز المتشابهه. فهتلاقيني هنا هو عامل بلاي ليست، يعني لسه عاملها، اسمها ميديا بايب اند بوز استيميشن. كنا عملنا 6 فيديوز عن الموضوع قبل كده، واتكلمنا في كل حاجه بالتفصيل تخص البوز استيميشن واللاند ماركس اللي بتكون موجوده في جسم الانسان، اللي هم ال 31 بوينت، واللاند ماركس اللي موجوده في الايد واللي موجوده في الفيس. فتقدر ان انت تشوف ال 6 فيديوز دول قبل ما تبدا معانا في الفيديو دوت عشان تفهم كل حاجه بسهوله. طيب خليني ابدا النهارده بقى نتكلم في زي ما قلت لك، هنعمل اكستراكت للبوز اللي بيكون موجود في جسم الانسان ونحتفظ بالبوز دوت. فاول حاجه طبعا لازم بتعمل انستول للميديا بايب، بتقول بيب انستول ميديا بايب. ولو انت عايز تنزل اخر فيرجن موجوده من الميديا بايب بتعمل هايفن هايفن ابجريد، ولو انت طبعا اداك ايرور اثناء الانستريشن لان كان بيديني ايرور، فبتحط هنا هايفن هايفن يوزر وبتبدا تعمل ران للسله ديت وبينزل معاك الميديا بايب من غير اي مشكله. خلينا بقى نبدا اول حاجه هنا، طبعا بنجيب اللايبريز دي، وبعد كده بنبدا نجيب من الميديا بايب دوت سوليوشنز، بنعمل اكستراكت للبوز. الكلام ده كل الكود اللي قدامنا دوت مشروح قبل كده، الفكره الجديده بس ان احنا هنعمل اكستراكت للبوز. فلو انت مش فاهم اي حاجه روح للبلاي ليست اللي انا قلت لك عليها بتاعت الميديا بايب والبوز استيميشن. هنا جبنا البوز عشان نعمل اكستراكت، هنستخدمه عشان نعمل اكستراكت للبوز اللي بيكون موجود في جسم الانسان. وهنا جبنا الدروينج يوتيلز عشان بعد ما اجيب البوز دوت واعمل له اكستراكت، ابدا بقى ان انا اعمل له فيجواليزيشن وارسمه على الشخص اللي بيكون موجود في الريال تايم، او اللي بيكون موجود مثلا لو انت بتست على فيديو. وبعد كده من الام بي بوز هجيب الفانكشن اللي اسمها بوز، وبعد كده هحط هنا الفيديو دوت ان احنا هنعمل تيست عليه. خليني بس اراني الكود دلوقتي عشان انت تشوف شكل الاوتبوت، عشان تكون عارف احنا بنعمل ايه يعني، وتكون فاهم معايا الكود بسهوله يعني. فخليني اراني الكود، ده شكل الاوتبوت معايا فيديو لرونالدينيو وهو بيحتفل بالهدف بتاعه. هنا هتلاقي ان البوز طبعا التو ويندوز نفس السايز يعني، تمام. هتلاقي ان البوز بتاع الشخص اللي هم بالسكاتر اللي باللون الازرق ده، دول هم ال 31 بوينت، ده ال 31 بوينت اللاند ماركس اللي موجوده في جسم الانسان، والكونكشنز اللي ما بينهم اللي هي باللون البينك دي، تمام، معمولين اهو على الشخص ومرسومين وبيطارد لي البوز. البوز بيحصل له اكستراكت في ويندو تانيه، فدي بتكون مفيده في ايه؟ يعني مثلا خليني اديك مثال، لو انت بتعمل ابلكيشن والابلكيشن دوت بيكتشف الشخص الحرامي، يعني لو في واحد رايح يسرق مكان معين، فالشخص ده بيعمل حركات مريبه شويه، ان هو بيقعد يتلفت كتير ويبص يمين شمال والكلام ده كله. فانت هنا تقدر تعمل ديب ليرنينج موديل ان هو يعمل اكستراكت. طبعا اول حاجه بتعمل اكستراكت للبوز بتاع الشخص ده، هتجيب داتا سيت فيها ناس كانت بتسرق قبل كده، هتجمع الصور دي وتجيب الحركات المريبه اللي هم بيعملها، وبعد كده تعمل اكستراكت للبوز، تمام. وبعد كده تاخد البوز ده وتدخله، طبعا بتحتفظ بالصوره دي بتعمل لها سيف، وبعد كده تاخد الصوره دي بقى تبدا ان انت تعمل تريننج زي ما قلت لك لنيورال نتورك او الماشين ليرنينج موديل. وبعد كده بقى بتلاقي ان هو الموضوع سهل بالنسبه لك، وبيبدا النيورال نتورك بتديك نتائج ممتازه جدا. والمميز كمان في الموضوع ان هو التريننج هيكون سريع جدا معاك. يعني انت هنا بص الفيديو الاصلي بتاع رونالدينيو، هتلاقي ان الصوره نفسها او البيكسلز نفسها فيها انفورميشنز كتير جدا، فده بيخلي النيورال نتورك تاخد وقت كتير في عمليه التريننج. على عكس هنا في الاكستراكتد بوز، هتلاقي ان هو ما عندكش اي بيكسلز غير البوز فقط، تمام، والباك جراوند، الباك جراوند كلها بيضاء ممكن تخليها سمراء زي ما نشوف دلوقتي براحتك. يعني عايز اقول لك ان الانفورميشن اللي موجوده في الاكستراكت بوز مش كتير، انت عندك بس البيكسل بتاعت البوز، ودي يعني حاجه قليله جدا، يعني لا تذكر بالنسبه للتريننج تايم للنيورال نتورك او حاجه يعني. فلو انت عندك عدد صور كتيره جدا، ايا كان البروجكت اللي انت شغال عليه وبتعمل مثلا تعرف على اي حاجه، جرب ان انت تعمل اكستراكت للبوز وتعمل تريننج للبوز ده، يعني استخدمها از بري بروسيسنج يعني على الداتا بتاعتك. طيب تعال بقى نكمل. طبعا هنا
جبنا الفيديو اهو، هنبدا بقى نقرا الفريم دي، كل الكلام دوت حاجات احنا شرحناها قبل كده كتير اهو. هنبدا نعمل ريسايز للويندو بتاعتنا، نخليها 600 في 400، وبعد كده بقى نجيب البوز اللي هو ده، ونبدا نعمل اكستراكت للبوز اللي بيكون موجود في الفيديو. هنقول بوز دوت بروسيس، اعمل لي بروسيس على الايمج دي، ورجع لي كل الكلام ده هنا في الريزلتس، فالريزلتس دي متخزن فيها البوز دلوقتي، عشان نعمل بقى فيجواليزيشن للبوز اللي هو البوينتس اللي هم ال 31 بوينت اللي شفناهم باللون الازرق، والكونكشن اللي ما بينهم اللي باللون البينك. هنقول ميديا بايب دوت دروينج درو لاند ماركس. درو لاند ماركس دي بنستخدمها عشان نعمل فيجواليزيشن للشغل اللي احنا عملناه هنا في الريزلتس. هعمل طبعا درو لاند ماركس، هرسم على ايه؟ هرسم على الايمج بتاعتي. وهنا بقى بتقول له الريزلتس اللي هي دي، في فانكشن موجوده اللي هي البوز لاند ماركس، وهنا في فانكشن تانيه موجوده اللي هي البوز كونكشنز. البوز لاند ماركس دي اللي هم ال 31 بوينت، والبوز كونكشنز اللي هي الخطوط اللي ما بين البوينتس دي، تمام؟ وهنا طبعا بتحدد الدروينج سبيسيفيكيشن، بتحدد يعني الكالر بتاع اللاند ماركس والكونكشن. هنا طبعا بالنسبه للبوز لاند ماركس الكالر هيكون جرين، وهنا بتحدد كمان التكنس، وبتحدد خليني اعمل شيفت تاب كده، بتحدد الكالر وبتحدد التكنس وبتحدد الراديوس بتاعت الدايره الزرقاء دي لو انت عايز تكبر الحجم بتاعها شويه يعني، تمام؟ ده بالنسبه للبوز لاند ماركس. وبالنسبه للبوز كونديكشن هنعمل نفس الكلام، ولكن الكالر بس هو اللي هيكون مختلف، هيكون باللون البينك اللي هو عباره عن الميكس ما بين الجرين والريد، تمام؟ وبعد كده هنعمل شو بقى للويندو دي، هنعمل شو للايمج، وطبعا هنسمي الويندو بوز استيميشن. ده ان انت ازاي بتعمل اكستراكت للبوز بمنتهى البساطه. ازاي بقى ان احنا هنعمل اكستراكت لي، او ازاي ان احنا هنعمل ويندو جديده ونعرض فيها الاكستراكتد بوز؟ تعالى بقى نشوف الموضوع ده. طبعا هنعمل اول حاجه الويندو هتكون بنفس السايز، الويندو الجديده هتكون بنفس السايز بتاع الفيديو زي ما احنا شفنا كده لما عملت رن. فازاي هنعمل كده؟ نقول ايمج دوت شيب، طبعا ايمج دوت شيب الايمج اللي هي دي الفريم اللي جاي لي من الريال تايم اللي احنا عملنا عليها الريسايز. هجيب الشيب بتاع الشيب، هيرجع لي الهاي والويتس وعدد التشانل. بعد كده هقول ان بي اللي جايه من مكتبه من باي دوت زيروز، هعمل ويندو. الويندو ديت هتكون السايز بتاعها بنفس السايز بتاع الايمج تو شيب، او بنفس الشيب بتاع الصوره اللي جايه من الريال تايم. هنا بنحط الهايت والويتس وعدد التشانل، وهنحط الكلام ده كله الصوره الجديده هنسميها اوبن او او بي ايمج، تمام؟ وبعد كده اقول او بي ايمج في فانكشن اسمها فيل، هعمل فيل. طبعا دي صوره فاضيه يعني كل القيم اللي فيها زيروز يعني، تمام؟ هعمل فيل للبيكسلز دي بقيمه 255 اللي هو اللون الوايت، الباك جراوند هيكون لون وايت. لو انت عايز الباك جراوند تكون لون بلاك حط هنا زيرو، تمام؟ وبعد كده كده خلاص انت عملت الويندو الجديده وكلها لونها ابيض. هتاخد بقى الويندو دي وتبدا ان انت ترسم عليها اللاند ماركس وترسم عليها الكونكشن بنفس الطريقه اللي احنا عملناها هنا بالظبط، تمام؟ هم اهو مفيش فيهم اي تغيير، تمام؟ وبعد كده هنعمل ام رايت بقى للاوبن او الاو بي ايمج، هناخد الصوره دي ونحفظها عندنا في الجهاز بحيث ان انت زي ما قلت لك وحبيت تستخدمها في التريننج بعد كده. وبعد كده هنعمل شو برضو للصوره دي، وبعد كده طبعا بنعمل برنت هنا للريزلتس دوت بوز لاند ماركس، الريزلتس اللي هي اللي احنا جبناها هنا دي طبعا دوت بوز لاند ماركس دي بترجع لك الكوردينيتس بتاعت كل لاند ماركس بتكون موجوده عندك في الفيديو. يعني احنا دلوقتي لما عمل لي رن دي القيم اللي كانت بتطبع عليه، بيقول لك اللاند مارك اكس وواي وزد، بيجيب لك الكوردينيتس زي ما قلت لك بتاعت كل بوينت موجوده عندك في الفيديو. بس احنا طبعا عشان شغالين 2 دي فاللي يهمني هنا الاكس والواي فقط، وهنا بيرجع لك الفيزابيليتي اللي هو النقطه ديت واضحه قدام الكاميرا بنسبه قد ايه، لان احنا عندنا 31 نقطه اللي انا قلت لك موجودين في جسم الانسان. فكل قيمه بيرجع لك يعني على حسب ظهورها قدام الكاميرا، قدام الكاميرا بيرجع لك الفيزابيليتي بتاعها، تمام؟ وبعد كده نعمل سي في 2 دوت ويت كي ب 1 اكنك بتعرض 30 فريم بير سكند. ولو كان الويت كي بتاعي هو الاوردر بتاعي لو كان حرف الكيو هيبدا يعمل لي بريك ويطلع بره الوايل لوب عشان يعمل لي ديستروي اول ويندوز، يقفل لي اي ويندو مفتوحه، وهنا كبدة ريليز عشان يقفل الكاميرا. ده هو الكود بمنتهى البساطه. لو انا رنيت تاني اهو عمل 2 فريمز بنفس السايز او 2 ويندوز بنفس السايز، وبيجيب البوز بشكل ممتاز وبيعرضه في الويندو الجديدة. وزي ما قلت لك لو انت عايز الباك جراوند يكون لونها اسمر تيجي هنا مثلا
بدل 255 تحط زيرو، تعمل ران، هتلاقي ان الباك جراوند بقى لونها اسمر. طبعا تقدر تعمل الموضوع في الريال تايم، يعني لو انا شلت هنا، يعني مثلا لو جيت عملت كومنت لللاين ده وشلت الكومنت من هنا وعملت ران هنا بحاطين زيرو، هو طبعا الموضوع هيكون في الريال تايم، تمام. وهنا طبعا برضو هتلاقي ان الصورة بتتحفظ في الدايركتري اللي انت موجود فيه اهو، دي الصورة اللي احنا حفظناها، ده البوز اهو. طبعا تقدر تجمع بقى مجموعة صور بالشكل ده كده وتستخدمها مثلا ان انت تعمل كلاسيفيكيشن او تعمل اي حاجة انت عايزها، ودي تعتبر زي ما قلت لك فيتشر اكستراكشن. يعني تعالى برضو خليني اعمل راني للكود واوريك الموضوع في الريال تايم. ادي شكل الاوتبوت. طبعا اكيوريت جدا في الريال تايم، وكمان الكمبيوتيشنال تايم قليل، يعني الاوتبوت سريع جدا معايا. ده بالنسبه للبروجكت بتاع النهارده. الكود هسيبه لك تحت في الديسكريبشن عشان تجربه. لو في اي حد عنده سؤال يسيبه لي في الكومنت، وشكرا والسلام عليكم.